جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من الجمهورية العربية السورية دمشق رسالة بعث بها مجتمع الرمزيل اسمه بالحروف نون كاف. يقول إنني شاب مضى من عمري 21 عاما وعشت يتيما ولم استطع الزواج حتى الآن. هل الزواج كالحج لمن استطاع إليه سبيلا أم أن الزواج واجب ويجب على الإنسان أن يسرف نفسه حتى يتزوج؟ الحج واجب على المستطيع، فريضة وركن من أركان الإسلام، قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. والزواج إذا احتاج إليه الإنسان وخشي على نفسه من الفتنة فإنه يجب عليه ذلك درءا للفتنة، بقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجه. نعم.